تنسى. ايه ايش اسمه هي صاحبك يا ريان؟ جاد. ايه ده جاد والله بيلعب منيح بالفضبول. هي لاحي تعال جيبها جيبها لهون جيبها حطوها هون وفوتوا غسلوا دقيتكم بدي طعميكم شي من العريشي. يلا روحوا روحوا. والله قوية هالولاد ها. كيفك يا صاحبي؟ كيفك يا جرمانوس؟ من صحتك وراه؟ كيف وين مع بطل؟ يخرب بيتك وراه مبين سنة حيلك على البطيخة. ايش أي بطيخة؟ يخرب بيتك أشكر رخو. إيه إيه بطيخة و... إيه مزبوط بطيخة هاي بطيخة. صار تسند على البطيخة. إيه إيش أكيد؟ تعرف البطيخة جرمانوس؟ لا عشان يسأل وراح بتبي وبيك جرمانوس ملك البطيخة يا زلمة. اله البطيخ. اه اله البطيخ. راح بتبي وبيك البطيخ اللي كان يزعج جرمانوس ما يطلع بالكره الارضيه كلها. عش 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 عش. راح بتبي وبيك سمعت. يا زلمه اشبيك سنه ال 28 زرعت بطيخه وراح بتبي وبيك كبرت كبرت صارت قد المنطاد. جوفت لك اياها بقلبها معلم ربطت لك ختان حطيت لها بونبونه غازه معلم طرت لك فيها وعملت جوله حول العالم. وراح بتبي وبيك بنخرب. لا لا سنة ال 14 سنة المجاعة وراح متبي وبيك مع شي العلم شي تاكل وجاج جراد والمجاعة والدنيا ايش بدك يا عم جرمانوس زرعت كان في عنا ونك عاود يا معلم جبت لنا بزر بطيخ وزرعت لنا ايش وراح متبي وبيك اكلت العلم كله من وصل شلوش البطيخ على الساحل يا زلمة اوف وراح متبي وبيك حوشنا كل البطيخة معلم ضل في بطيخة واحدة براس الضيعة فانسيناها ايش صار فيها؟ بعد سنة وراح متبي وبيك يا معلم قديش بدك تصير البطيخة؟ قديش؟ صارت قد نص الضيعة بطول 600 متر معلم بعرض 450 متر وراح مت بطيخة؟ ما قدرناش نقطفها هاي طبعا كانت عرضة ايش عملت العلم؟ صار جيها العلم معلم تختص لك بقلبها ياكل بالبطيخ ويلا يلا يلا سنت مجيء على العلم يلا 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 اخر شيء معلم بس اكله معلم جوفت لك خالص 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 وصارت يا معلم بير وراح بتبي وبيك جيت الشتوي معلم ثبت المي بقلبه صارت العالم كله تسعمنا يا زلمه هلا كلهم بيسوا بالبطيخه ايش بك يا زلمه وراح بتبي وبيك يا زلمه سكت بتسكت سكت دخلك انت خبير بطيخ ما هيك بقول لك اله البطيخه يا زلمه شوف لي اياها منيحه هلا عدلوني اياها هذه يا خيي انت شوف لها شوف لها شوف ايش يعني ما تحت خبر لا مش مستوي يعني قاطفين لك اياها بقى وفين تحت لايك يوسف تحمل لها جمعة فين كمان انا عرني لايك عرني ايه عرني حدا رننا غيرك ايه عرني عرني وراح يا جاد تعالوا يا عمي تعالوا شوفوا يا عمي تعالوا تعالوا شوفوا ايش عمي ايش عملت ورقت يخرب بيتك الله يخرب بيتك لك هل البطيخة فاضي غشينك فيها ورا هل اللي فاضي هاي بطيخة فاضي ورا هبا هل البطيخة الفاضي كجرمانوس ولك البطيخة اللي نتاعها بين كتفاتك اللي فاضي ولا هيدا فضول هيدا بالون هيدا بالون هيدا بالون عم يلعبوا فيه الاولاد وخرا قلت لي انت بتفهم البطيخ مالك البطيخ ولك برحمة بي بيك ما معك خبر بشي انت ايش 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 شفت شو عمل بالبطيخ قال هي بطيخ ايه خزعتكم اياها يا بيي شوف جدي شو بدك تعمل تعال نروح نكسر له بطيخاته ايه يلا رايحين نكسر له بطيخاته ايه روحوا عدلوا لايكو الجلل على اليمين مش على الشمال شمال الي انا ما تخلوا له بطيخه يوسف ما تحرض الاولاد على البطيخات تبعي يا ولاد زي بطيخ زي سرميه عليك لا يا يوسف قوم قوم انت عم راح اطلع